ديال الفيلم باش كيعطي ان شاء الله كتشكر في باز الزرابي درتو ربما على المجال السياحي لانه بحكم تجربه وبحكم العمل ديالي كمرشد سياحي كرئيس جمعيه المرشدين صحيح انه المنطقه ديالنا عندها بوتونسيال تروسيك اللي هو مهم جدا اللي يمكننا نستغلو انا كنشوفو بحكم التجربه شفنا مناطق اخرى اللي ما عندهاش هذه الامكانيات الهائله الطبيعيه والثقافيه والمورد والنيفو ديال الارشيتكتور اسمح لي واخا كنخرج شويه اللي صراحه بومباز عندها القيمه هذه اللي يمكننا نستغلوها في تنميه الميدان السياحي وبالمناسبة الميدان السياحي وخصوصا السياحة الداخلية حنا كان عندنا جبال تبارك الله عندنا الجبل اللي هو المقون ومقول جبل مقول اللي في الارتفاع ديالو 4000 كيلو اللي كيتعدى 4000 متر يمكن نستغلو هادشي عندنا واحد المحطة اللي يمكن نبرمجوها ان شاء الله محطة ديال سياحية ستاسيون كليماتيك ديال إيزوان وربما قاعد المشاريع عندنا في المنظور ديالنا ان شاء الله في المستقبل ولكن كما جا في الكلمه ديالكم انه الا ما كانش واحد الطريق في المستوى اللي يمكن تفك ما كنهضروش على العزله بمفهومها ولكن العزله بالنسبه للسائح اللي غادي يجي من الدار البيضاء ولا غادي يجي من الرباط تكون واحد الطريق اللي هي في المستوى اللي يمكن تسهل حتى ذاك الولوج الوصول الى الى الى, إلى قبيله المكمز ولا منطقه المكمز بكل سهوله وفي الاولويات ديالنا كما قال السيد رئيس البلاد يمكن يكون واحد اللقاء اخر باش نهضروا مشروع ان شاء الله ولكن في الاولويات ديالنا هو المشكل ديال الطريق المشكل ديال المستوصف حيت ملي كنهضروا على ميدان ما يمكنش نهضروا عليه بمعزلين على الميادين الاخرى ملي كنهضروا على السياحه اللي بغاو يجيو عندنا سياح ضروري تكون عندنا طريق باش يوصلوا عندنا ولكن ملي كيوصلوا عندنا ضروري يكون عندنا مركز صحي في المستوى اللي يمكن يستقبل هاد الناس هادو ربما في حالات من الحالات وهذا الشيء مترابط ان شاء الله غادي نحاولوا عندنا من الوقت ما متسع باش نتفادى الاشكاليات ان شاء الله ان شاء الله شكرا دونك على الفيلم انا بغينا نتبنى شكون هي القطب السياحي القطب ديال الجذب السياحي والقطب الجديد ديال السياحه ومع ذلك ما نتكلموش إذا تكلمنا على المصالح الخارجية ولا على المرافق العمومية ماشي فقط على المرافق ديال الدولة لا حتى المرافق ديال الخواص كنجيو نلقاو دي كيشي بونكار نلقاو شي غير ناس تاج السائح يلقى حتى هو فين دونك هذا كله خصو العمل اللي بغيت نقول هو بالنسبة لأيت بوكماز باش الاقتصاد ما يمشيش على رجل وحدة ضروري عرفها كيمشي على الأقل على جوج رجلين وهما السياحة والفلاحة بجوجهم دونك هذا هو اللي بغينا باش ان شاء الله الاتراكسيون ولا بغينا نقول لك لو كاشي اللي يمكن نعطيوه لسميتو الايت وكملات ان شاء الله والطرق راه ان شاء الله حنا خدامين عليها وهذا كاين عندنا التاهيل كذلك كان عندنا برامج ديال التاهيل ديال هذا المركز حتى هو شنو كان عندنا 4 مليون درهم لا كان اتفاقيه راه وقع فيها السيد الرئيس اللي هي خاصه السيد رئيس الاتحاد حتى العام الحمد لله كاين الاستمراريه ديال الاداره الحمد لله وهذا تيفرح باش يبقى هذا الانسجام على كذا ما بين الفريق القديم والفريق الجديد الحمد لله هذا تيبين على ان كاين الهاجس ديال المصلحه العامه هو اللي تيبقى الحمد لله والخدمه ديال المواطن دونك كاين عندنا التاهيل ديال المركز كذلك راه فيه 4 مليون درهم غادي نشوفوا فيه دونك ربما السوق غادي تطرح لنا مشكل ديال السوق لان فيه جيت واحد النهار لحد هنايا ولقيت ما تلقاش من الدوز ربما السوق هو اللي خصكم تقلبوا على فين يكون السوق تتكبروا شي شويه هاد المركز المساله ديال كاين وفقا غير السكنه غير تناقشت مؤخرا وي كاين اتفاقيه ديال وزاره السكنه لانه اسمح لي فوزاره السكنه دونك في الاخر ما خصناش نقولوا هذه ولكن غادي نقول فوزاره الاسكان كانوا اقترحوا علينا واحد جامعه اخرى اخرى هي اللي يمكن جامعه بغا يدير واحد الجامعه نموذجيه واقترحوا علينا واحد الاسم من هذوك 44 جامعه اللي عندنا بلا ما نقولها وفي الاخر فرجعتهم معنا شخصيا رجعناهم باش غادي يجيو تابعت
قام السيد الرئيس بإخوان العلم أن السيد الوزير شخصيا هو اللي أعطانا الموافقة وأعطى التعليمات ديالو باش هذاك البرنامج كله غادي يجي للتبادل إن شاء الله، لأنه هذا البرنامج ديال وزارة الإسكان ما تيهمش الفلاحة ولا السياحة ولا فهو كيشوف بشمولي في حتى الإسكان في السكنة في مثلا أنا كيفاش نساعدوا الناس باش يكون عندهم أن سول بلان لارشيتكتور كما قلتي تكون أن سول لارشيتكتور. دونك الحمد لله غادي يكون واحد المشروع اللي هو مندمج اللي فيه كل شيء. دونك هذا غادي تكون استفادة كبيرة إن شاء الله ديال تابانت. حنا جبنا تابانت ولو أنه تابانت راهي بالنسبة لي أنا جماعة ماشي 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 من الجماعات اللي هي فقيرة جدا، ولكن بغينا كما قلنا بغينا نعطيو هاد تكون تابانت هي القاطرة إن شاء الله. كذلك كاين هاد لا ستاسيون ديال السكي فتا هي ديال التزلج راه ما غاديش نطلقوا منها ان شاء الله. النهار تكون ان شاء الله راه تكون هي هذيك هي الطفره ان شاء الله والصحوه ديال هذا الاقليم ديال الازيلات بصفه عامه ان شاء الله. باش نسبت على السوق سعاد العام ناقش مع السي الحاج سمعنا في الطريق اللي كانت تما اللي غادي تكون ان شاء الله، لانه باش نحولوا السوق يعني كيستلزم شويه ديال الامكانيات اللي هي ما متوفرش حاليا للجماعه، لكن اقترحت عليهم انه اذا كاين الامكانيه انه يكون التسريع ديال التهيئه ديال المركز وغتترك له يتقاد، لانه وجدنا واحد الطريق اللي هي ما تشمل كتشمل سميتو المركز من الحيتوزان ان هذا الطريق اللي غادي دار مثلا انها تدوز على الطريق وفي انتظار انه يجي المشروع ديال الميناجمون ديال السونتر ان شاء الله تهيئ ديال السونتر غادي يكون فيه غتقدرونا فيه هذا البارتي ديال وفاش هضرتو لها مس نتاع الفلاحه حكم التجربه وعلى اعتبار ان الفلاح كل فوالو فلاح صغير النطاق ديالي تقول الناس الحمد لله انه عطات واحد التحول كبير فيما يتعلق بالفلاحه، ويعني في واحد الفتره اللي هي قياسيه استطعنا اننا نتحولوا من واحد النمط ديال الانتاج اللي هو تقليدي للنمط اللي الحمد لله اللي هو استثماري، وهي الان منطقه معروفه الان بالانتاج ديال الاشجار المثمره خاصه التفاح والجوز، والحمد لله الناس ديال الفلاحه والسيد المدير انه داروا معنا مجهودات اللي هي كبيره الحمد لله، واستطعنا اننا نمشيو حتى في الاتجاه اللي ممكناش كنفكروا يعني في ايجاد ديال المنتوجات القابله للتسويق، ولكن حتى التسويق الطريقه ديال التسويق انها تكون يكون عندها واحد العائد اللي هو مرتفع بالنسبه للفلاح، لانه كتعرفوا يعني السلسله ديال البيع يعني سلسله بين المنتج والمستهلك يعني سلسله طويله، مثلا عندنا في المغرب كيبيعوا فيها خاصه الطرفين الموظف كيضيع كيشري بالغلا والفلاح كيبيع بالرخاء، يعني هاد المشاريع ديال التخزين والمشاريع ديال التثمين والتحويل هي جايه في هذا الاتجاه باش انها ترفع من يعني من المردود ديال الفلاح وتعطي واحد القيمه للمنتوج ديال ايتم المازل الحمد لله اللي معترف بجودته في يعني في الاسواق الكبيره ديال اكادير ديال مراكش وديال الدار البيضاء، الحمد لله فاش كيدخل الكاميو ديال بوكمز هو اللي كيتبع المولعات كنبغي نمشيو للميدان ونمشيو لانه الطبيعه والمناخ ديال هذه المنطقه يعني ملائم جدا لمثل هذه المنتوجات، والحمد لله راه ناقصنا افكار ديال اننا ندخلوا منتوجات اللي هي جديده ونمشيو في الاتجاه ديال الصناعه الغذائيه ولو بمفهومها الضيق يعني الصغير، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا. شكرا. دونك هذه مشاريع ديال الفلاحه كلها الحمد لله اللي هي في صالح الساكنه والساكنه وكذلك في صالح الفلاحين. هاد المشاريع ديال التخزين هي مهمه جدا، دونك كما قلتي باش يبقى الفلاح والمجموعه ككل يعني التعاونين كتحكم في الثمن وكتحكم كذلك في الجوده. الحمد لله دونك مع السيد المدير ديال الفلاحه الان تنتقلبوا على علامات ولات غتولي عندنا العلامه ديال بوكماز واللي يمكن تكون علامات في الاسواق الاسواق الكبرى في المغرب في المساحه الكبرى، وكذلك علاش ما تكونش عالميه ان شاء الله. انا كنا في الاشهر مثلا الفريز مثلا ولا شي حاجه الفريز كيمشي ديريكت من العريش سميتو الالماني مباشره، دونك حتى هنا يمكن ان هذاك تلقاو اسواق اخرى ان شاء الله خارجيه. التفاح راه هو المعروف ديال ايت بوكماز الحمد لله، دونك يبقى يمشي حتى هو ونفتحوا به اسواق خارجيه. ثم كذلك اننا ننوعوا ونطوروا. انا تنعاود ناكد لكم مره اخرى راه نعاونكم كجمعيات كتعاونيات في اطار المبادرات في اطار جميع الميزانيات ديال المجالس اللي عندنا باش نطوروا ان شاء الله الفلاحه ونطوروا كذلك انواع جديده. كنتمناو ان يكون هنايا حب الملوك يكون الزعفران سيرتو الزعفران بنتو اذا ولفت الزعفران غادي تحيد حتى التساهل. دونك الزعفران ان شاء الله حنا تناكدوا عفاك
باش ضروري انه خصنا نمشيو فيه. ندير واحد الزياره مع السيد المدير ان شاء الله، نمشيو للتلوين ونشوفوا كيفاش كينتجوا هذوك الناس وكيفاش كيفاش تيشتغلوا، ونبداو نجيبوا نفس التجربه هنا ان شاء الله. كما قلت لكم قبيله، راه المشكل مشكل افكار، راه ماشي مشكل مصادر التمويل ولا راه المشكل حنا هو افكار ما تهمش شيء. كيبقى الواحد قدام واحد الارض كتعطيه جوج تفاحات كيبقى غادي معها وصافي تنسى راسو، بينما هي راه يمكن انه يخرج منها شي حاجه اللي هي احسن من اغلى. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. مرحبا السيد عماد، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد الإدارة، السيد الرئيس، إخواني وزملائي مجلس الجامعي جامعة الدبان، السيد رؤساء المصالح، السادة رجال السلطة، وبدوري فأرحب بكم في الزيارة الأولى للجماعة ديالنا اللي ما نجحتش لهمش الفرصة للأسف. الأولى رسمية. رسمية. مرة في جد. فالتدخل ديالي غيكون مقترب، وما كنتش غادي نتخلى عن السيد الرئيس كما اتفقنا أنه حنا غادي نديروا غير واحد رحيب. ما بغيناش نكبروا عليكم المشاكل، ولكن اللي فتحتي الباب وأصريتي أنك تسمع العموم ديال الساكنة، وكنشكرك على هذه المدينة هذه. فاحنا بصفنا ممثلين ديال السكينة وكنحمل على العاتق ديالنا هذه الأمانة ديال إيصال صوت السكينة للمسؤولين، وخاصة المسؤول الأول على الإقليم اللي كنشكرو على المرة الأخرى على المبادرة الأولى من نوعها. فاحنا في فوق المز الحمد لله حبنا الله بطبيعة وبأرض وبجبال رائعة وأعطتنا وما زالت تعطينا، وحنا تنحاولوا نردوا ولو نزل قليل من داك الشيء اللي عرضناه للبلاد. ف تنشكرك مرة أخرى، تنشكر الجميع أعضاء المجلس الجماعي على حسن التنظيم. حنا عندنا غير واحد شوية ديال المطالب، عندنا بالنسبة في المسألة ديال السياحة، لأن الحيل على الناس هو هذا المركز ديال التكوين في المدينة الجبلية. هذا مشكل اللي تنتمناو انه يتلقى لي واحد الحل في القريب العاجل ان شاء الله. شنو الحل اللي كتنتظر؟ ما عرفتش نعم، بس يعني لا شنو كتنتظروا انتم من هذاك المركز مثلا؟ يعني في المستقبل شنو نحولوه؟ نحولوه على كيف؟ بحكم دائما تجربه كجمعيه ديال الجمعيه الجويه المرشد السياحي بالعزله وعضو في الجامعه الوطنيه للمرشد السياحي، كانت لقاءات ماراثونيه مع وزاره السياحه في اطار القانون الجديد الى اخره، وتحدنا تعطتنا الفرصه انه نهضروا هذا المركز ديال التكوين في المهن الجبليه. هذا هو كان الاساس ديالو. بالمناسبه كنخصي السيد المندوب السيد الصفا على العمل ديالو على جميع المجهودات ديالو اللي دار في هذا السياق. والحل اللي كان مقترح هو انه حيت وزاره السياحه عندها برنامج ديال ما يسمى في التكوين المرشدين السياحيين، مرشدين الفضاء الطبيعيه اللي كانوا مرشدين الجبال في الاول، انه برنامج ديال التكوين على سنتين. كنا اقترحنا تكون سنه في اي بوغماز باش هذا المركز هذا يبقى عنده هذا البعد، هذا البعد الاقليمي البعد المحلي في التنميه بمفهوميه شموليه، لانه كما كتعرفوا تبارك الله الجامعه 15000 ساكنه وكتغطي واحد المساحه مهمه، وفي الجوار ديالها جامعات اخرى اللي كيستافدوا من هذا المركز. يعني الشباب ديال المنطقه كيكون ماشي غير الاقليم ديال زيلا ولكن المنطقه ديال الاطلس الكبير بصفة عامة، هذه السنوات هما كيستافدوا من الخدمات ديال هذا المركز. ولكن ملي جات وزارة السياحة ودارت القانون الجديد أنه تفتح واحد المركز في وزازات، ما فين طرح الإشكال، واش هاد الناس اللي غادي يدوزو تكوين في التبان سيعترف بهم كما هو الحال إلى حد الساعة، أم أن وزارة السياحة غادي تبدا تعترف فقط بالناس اللي غادي تخرجوا من المملكة؟ حنا الآن في واحد المأزق. هذا هو كلمة شنو كتقترحوا الحين؟ دونك المأزق هو بخلاصة. بخلاصة دونك كان عندنا هذا المركز هذا هنا في تبانت، وزارة السياحة دارت مركز جديد اللي دارته في ورزازات، هو الوحيد الذي يعترف بشهادته الشواهد ديالو. دونك هنا عندنا هذا، دونك الآن
فممكنش يستغل كتكون السياحة. أشنو كتختار واش عندكم شي منظور؟ اقترح لك اللي كنا عطينا لوزارة السياحة ربما كواحد حل زمني غادي يمكن نخدموا عليه هو هذا الحل ديال السنتين، انه دار تكوين في المركز ديال تبانت على سنة وداك الشيء الاخر دار في المركز ديال الوسازة. وهذا كان وزارة الصحة كانوا قبلوا هذا الحل. شحال تخرج دابا تقريبا شحال تخرج من مرشد سياحي من هذا المركز؟ نهار المركز غادي تكون شي 800 ما يفوق 800 مرشد. مازال محتاجينهم دابا المسألة ديال الإرشاد واش محتاجين ولا محتاجين، كاين واحد القانون اللي كينظم المهنة اللي يمكن الجامعة الوطنية كجامعة مبروك. حنا واش محتاجين على الإقليم الأزيال ولا السودان، واش مازال محتاجين مرشدين سياحيين؟ إيه وكما قلت لكم الشباب ديال بوكماز ديما غادي يكونوا محتاجين سميتو الدورات التكوينية في السياحة في الفلاحة في ميادين أخرى. وغادي تقول لهم محتاجين شهادة السياحة. السياحة كديما سميتو غادي يحتاجوا. علاش طرقنا هذا الحل؟ لأنه وزارة السياحة قبلوا هذا الحل وزعما رحبوا به وقال لك أنه العمالة ديال الأزلال إلا قبلوا أنه تكون واحد الشراكة بين العمالة ووزارة السياحة يمكننا نمشيو في هذا الاتجاه. أما مسألة الخصص فالخصص مدبر غير هو تكون الشراكة. أنا غادي نشوفوا مع السيد المندوب ديال السياحة إن شاء الله هو مع حاضر معنا غادي نحاولوا نشوفوا. بالنسبة للمركز ما هو لأنه المركز ما تابعش وزارة السياحة، هو تابع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية دونك هي وزارة السياحة كانت كتعطي بيان سور كدير تكوين بشوارع. وإلا زعما إن شاء الله كنتمناو داك الشيء اللي قالوا وزارة السياحة يكون ملتزم به، هو أنه إلا كانت اتفاقية بين وزارة الداخلية ممثلة في سيادتكم ووزارة السياحة ربما ممثلة في المندوبية ديال الزلال ولا كوزارة من فوق، أنه دار هاد الشراكة ولا هاد الاتفاقية على سنتين نرحبوا بها. أما مسألة الخصص غادي يكون غادي يكون داك الشيء كما قلت لكم على حساب واش محتاجين. يعني تالي ما غنكون نكونوا احنا كنا من بعد. لأن غادي دير عام وغادي تدير. هو المركز ما جيش من هو المركز الصيد العام ما فيهش غير إرشاد سياحي. فيه كان فيه تربية الناح، كان فيه النجارة، كان فيه مياه أخرى. هو احنا إن شاء الله غادي نحاول كل مجلس باش نصوروا. بالنسبه لي انا تنشوف دونك كاين التكوين السياحي بوحدو هذا كنخليوه بوحدو تما كنشوفوا مع وزاره السياحه ان شاء الله، ولكن المجالات الاخرى اللي كنشتغل فيها خاصها تبقى تشتغل. إذا كان عندنا تكوين في النحل ولا كان عندنا في تربية النحل ولا تبقى هادشي كلشي يبقى خصو يبقى. وما كانش التصور اللي كاين هذا التصور اللي حدنا بالنسبة لهذا المركز ما غاديش تكون ناقشتو بالنسبة للمسألة ديال شعبة السياحة هي اللي عطات الإشعاع لمنطقة تيتوانس. وغير باش نعطيكم واحد الفكرة باش هضرتو على الخصائص في المجال ديال السياحة وأنا غادي نسكر على المجال هو أنه سميتو الكيد اللي سميتو الكيد المونطاني اللي تفرموا هنا سميتو في بوكماز. يعني انا راه كيمارسوا المهنه انا امتداد الصعيد الوطني كيمشيو مثلا في الشتاء راه كيخدموا في مونطاني في الصحراء وفي الصين كيخدموا يعني انهم كيمشيو حتى للحدود ديال الجزائر حتى موريتانيا يعني انهم كيتعطاهم واحد التكوين اللي كيخولهم باش انهم يمارسوا المهنه على امتداد يعني التراب ديال المهنه. المستفيدين كلهم اولاد لا لا كانوا الناس من فاس كانوا الناس يعني انا كدير مباراه وكان الناس كيشوفوا واحد المساله كان قالها سميتو كان قالها واحد سميتو واحد الاجنبي انه كان من الناس اللي كانوا يعني قدام يعني من الناس اللي اسسوا هذا سميتو هذا المركز بتمنت انه كانت اقتراحات في وقتها انه هذا المركز يكون مثلا في مناطق اخرى يكون في بيمدا يكون في تادلا يكون في كذا. والجواب اللي عطاهم ذاك سميتو ذاك السائح قال لهم عندي واحد الشرط، هذا مركز للتكوين في المهن الجبليه، عندي واحد الشرط ديروا فيما بغيتوا، جيبوا لي دوك الجبال وحطوهم لي هنا وديروا الشنطر. يعني حتى 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 سميتو يعني السياق ديال المركز للسياحه الجبليه خصو يكون في منطقه جبليه، لانه حتى التكوين يفترض وجود هذا السياق الجغرافي اللي غادي يساعد. اما بالنسبه للتصور اللي وضعنا حنا لانه هذاك كما قلنا اللي يكون يعني انه واحد الفضاء اللي فيه يعني فضاء مهيئ مجهز والامكانيات ديال الاستغلال ديالو هي يعني كبيره وغادي يساعدنا باش اننا نتجاوز واحد الخصص اللي كاين في البنيات على مستوى الجامعه. وما كرهناش اننا نطوروا شراكات
في اتجاهات مختلفة. يعني مثلا فاش نهضر على سميتو على تربية النحل نتحدث عن القطاع ديال الفلاحة، ومثلا فاش نهضر على النجارة مثلا راه التكوين المهني نهضر على يعني اننا تندمج معنا تدخل معنا احنا كجمع مستعدين اننا ندخلوا في شراكات مع جميع القطاعات، والهدف هو اننا إرجاع الحياة والإحياء ديال هاد الشعاب اللي مات، ولمانا أننا نكونوا يعني مبدعين ونديروا شعاب أخرى اللي تفترضها الآن الوضعية. إحنا المدرب دابا هو هذا مركز اللي هو في واحد المستوى اللي هو لائق. ربما وزارة السياحة ما بقاتش عندها منظور آخر، ولكن بالنسبة لنا إحنا كبناية خصها جدا، خصها ضروري أنها خصها تستغل. غادي نشوفوا الطريقة ديال الاستغلال ديالها، نشوفوها معكم. دونك غادي نشوفوا مع السيد مدير السياحة ومعنا، شوفوا ربما حتى مع الوزارة، ونعود نشوفوا حتى احنا بيناتنا بيان سور باش نعاود نشغلوا هذا المركز هذا. وان شاء الله فاش نرجعوا عندكم هنا نعطيو انطلاقه في الشهر الجاي ان شاء الله من اخر السنه، نعطيو انطلاقه ديال الطريقه ديال المركز. ان شاء الله يكون جبنا لكم الحلول اللي يمكن نناقشوا معكم، الحلول اللي غادي تكون بيان سور يكون على توافق، لان انتم اللي عارفين انتم اضرب الاكراهات وكذلك كجلاء. السيد العام الاخر بالنسبه لهذا المركز، هذا المركز فيه واحد التكوين ديال جوده عاليه بحكم انه موال مع سوق الشغل، وحنا في المغرب تنهضروا على هذه القضيه ديال التكوين سوق الشغل. فهذا المركز للاسف الشديد يعني بحرقه تنهضر انا، لانه هو مركز تيكون مباشره المكون اللي تيكون تيستوعبوا سوق الشغل. يعني احنا انا شخصيا بعدا ما فهمتش علاش. انا السؤال اللي بغيت نطرحه، شنو هو حجم الاستفاده ديال بؤيت بوكماس من هذا السنتر؟ شنو باش كنتو كتستافدوا من هذا السنتر؟ كانت واحد الفروطه ديال ولاد البلاد تيتخلقوا لنا سنه. كاينه كوطه. كاينه كوطه. صح، شحال عدد؟ كانت واحد 10. لانه اذا كان مفتوح على الصعيد الوطني دونك ما كايناش هاد الدافع غريب هاد الدافع. يجعل لك الاعتبار انه كان المركز الوحيد في المغرب في افريقيا مثلا. واحد انا هو المركز الوحيد دابا في فرنسا مثلا المعترف به كالمركز الوحيد لتكوين المرشدين الجبليين في افريقيا مثلا في تونس. وعلاش ما خداتش بعين الاعتبار؟ انا شيء ما كنتصبحوش العامل هو السياسه ديال الدوله. ربما هو السياسه ديال الدوله حتى في وزاره السياحه كانت واحد الاتجاه انه السياسه ديال المدينه والسياسه ديال النظرات السياحيه كما كيسميوهم. ربما هادشي ديال السياحه كما نقولوا حنا لي سيركوي ديال لا روندوني وهادشي ديال الجبال ربما هو جديد عند وزاره الصحه. حنايا تفهمنا المساله ديالهم حيت هما بداو كيستوعبوا شويه بشويه. على اي حال حيت ملي كنهضروا على هذا المركز كما قلت هو اشعاع بالنسبه للمنطقه واشعاع بالنسبه للمغرب راه وتاريخ بصفه عامه راه هو اشعاع على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الاوروبي خاصه. ايوا عفاك يا باش ما نطولوش فيه. دونك غادي ان شاء الله غادي نجيو عندكم مره اخرى، غادي نجيبوا بعض الاقتراحات وبعض الحلول غادي نناقشوا معكم ان شاء الله. ان شاء الله. اسمح لي عفاك واحد السيد اطلب الكلمه لهاد السيد. شكرا لكم. شكرا للمرافق لكم جميعا، وشكرا للسيد الرئيس الجامعه، وشكرا لجميع اعضاء مجلس الجامعه. السيد العامل الله يجازيكم بخير. انا من سكان الورق ومجود، راكم سبق لكم نهار الاثنين ولا الاربعاء الفايت جيتو ورفيق وزار. حنا الدوار ديالنا حدا البلاصه اللي جيتو ليها نيشان. الله يجازيكم بخير. حنا ما عندناش طريق طريق طوق ما عندناش طريق وما عندناش الضوء. كاينين الناس ما وصلهمش الضوء من 2009 كنديروا الطلبات. ما المشكل باقي هو كاين مجال الضوء والطريق. انا وقعت عفا كيجاوب الله يجزيك اسمح لي من كنقول لكم باقي مازال عندك بزاف باش ما نضربوش عليكم. شكرا اولا على حسن الاستقبال اللي باش تقبلنا فاش جينا لعندك العمل على حساب الناس اللي ما وصلهمش الضوء. راه باقي المشكل كما هو وعدنا مولي نطور اللي في ظرف 15 يوم غادي يجيو يفكوا لنا المشكل، ولكن راه فات اكثر من شهر هذا ما حتى شي واحد ما جاش. وبالنسبه للفلاحه السواقي ما عمرهم داروا عندنا، ولما ما عندناش اصلا عندنا غير شي عيونين يعني محتاجين للسواقي اكثر من
داكشي اللي عندنا ما خاصنا السواقي وخاصنا الضو خاصنا الطريق. وكنشكر السي المدير الفلاحه السي العسراوي كنشكرو بزاف بزاف هذه المناسبه على المجهودات ديالو. واخا ما دارش السواقي كنشكروه غادي يتعاوني معاكم. واخا بلا تعبك يا السي صوفي كان معنا الاخوان اللي كانوا جاو عندي وكنا جلسنا من باش غادي يجلسوا مع السي زكريا كان واحد هنا وكان وعدنا بان غادي يدخل واش تبعتيهم تبعتهم داخلين هما داخلين في هذه الاكستنسيون اللي كاينه كيفاش يعني بالنسبه للدوره ما فيش مشكل. بالنسبه للطريق عندهم جوج منافي منفذ من جديد محمد جينا في هذاك النهار التيغزه كتكمل عندهم ومنفذ من ايرزديس من المنفذ من ايرزديس بدينا في الشطر الاول ما اقترحوا لنا نبداو لي زوبراج حنا بدينا كنخدموا لي زوبراج على اساس ان شاء الله العام الجاي بنبداو ليهم توسيع ما كتفنا من الجهه ديال غزيز. وبالنسبه للجهه ديال محمد راه كاينه في المقترحات اللي كان موجوده دابا حاليا في اطار وين المونديال ديال الجهه القاعده. دونك شكرا لكم على مجهوداتكم وكنطلبوا منكم الله يجازيكم بخير. راح نطوروا لين تما حاولوا كلنا المشكل الله يجازيكم بخير. شكرتم لنا زيد منكم شكرا لكم. شوف عافاك يا راه كنا درنا جلسه الله يجزيك بخير درنا جلسه مع السيد ديال المدير ديال الكهرباء. هذاك الدوار عندكم راه مبرمجين في هذاك 83 دوار اللي غادي تهم الاقليم كله هو باش غادي نوصلوا ان شاء الله الكهرباء ديال 100% هذا الصعيد الاقليم. ثم كذلك الطرق راه عطاك السيد الصوفي دونك راه كل شيء راه كاينه وحده راه هذيك اللي خدامين فيها دابا غادي نبداو بالقناطر تجي من بعد الاشغال ان شاء الله ديال الطريق عام غادي نشوفوا ديال التهيئه ديالها. والطريق اخرى اللي صعيبه شي شويه لان عاد درنا لها هذاك النهار جابنا سميتو راه تقريبا خصها واحد 6 مليون ديال الدرهم. حنا ما عندنا دابا الدراسه ديالنا حنا غادي نحاولوا ان شاء الله باش شكرا لكم مره اخرى وشكرا لوقتكم شكرا بارك الله فيكم مع جميع الاعضاء بارك الله فيكم. اخي المشاكل اللي هما من بين الاولويات ديال الجماعه هو مشكل ديال الطريق اللي غترد ان شاء الله بين الزيتارديس وطا الزايد. لان غير باش نوضحوا في المداخله ديالكم السيد العامل قلتوا بان هذيك الطريق غتعطي للمنطقه جوج ديال المنافي يعني واحد اونتخي سورتي كيف ما كاين. ربما السيد العامل هي فقط ما غاديش تعطي فقط يعني مدخل ومخرج للمنطقه بل غادي تفك واحد العزله على واحد الساكنه اللي في الشريحه ديال السكان اللي هي مهمه وكيف تيقولوا ان الهضبه السعيده تسموها على غير الهضبه السعيده. هذوك الناس اللي ساكنين تما هما اللي تيعرفوا الهضبه في الوقت ديال الثلج باش ما تبقاش سعيده باش تكشر على الانيول ديال هذيك الساعه وكتولي هما الناس اللي تيعرفوا هذيك الطريق. السيد العامل هي من بين الاولويات. احنا اللي صبر سنين هذه راه ما فيها باس يصبر واحد العام ولا عام. يزيد يصبر واحد العام ان شاء الله.